المكرمين بقى يا استاذ محمود، يعني في تكريم بقى في الفئه الخاصه بالابطال الرياضي العربي، قول لنا مين ابرز المكرمين اليوم في هذه الجائزه؟ فريال اشرف طبعا الحائز على ذهبيه الكاراتيه في طوكيو 2020. أيوة. وبامانه شديده البنت دي تستحق كثير من التكريم. صحيح. لان بطوله جت بالمعاناه وخارجه من يعني لعبه، يعني ظهرت فجأة في ظهور أول وأخير على ما يبدو في الأولمبياد. صحيح. ثم حتى الآن دي هتبقى الوحيدة في تاريخ الكاراتيه المصري خدت الأولى والأخيرة. يعني على مستوى العرب، مستوى العالم طبعا. لكن بص، يعني لما تروح لاعبة وتم تجنبها وما ادوهاش حقها وكان الكلام على ناس تانية بعينها، هنا بقى تيجي العظمة ويجي الإصرار والطموح. صحيح. وقبل ده كله بيغلف ده كله بيحميهم توفيق ربنا سبحانه وتعالى ليها، فاستحقت بأمانة شديدة ان هي تبقى موجودة. مجتهد طبعا. فاستحقت ان هي تبقى موجودة، تكريم مهم جدا على لبنت مصرية أصيلة. يجي بعد كده نجم تونس برضو كان مفاجأة برضو في طوكيو، أحمد أيوب حفناوي، ميدالية ذهبية في سباحة في السباحة في دورة الألعاب الأولمبية بعد كام في سباق 400 متر. برضو احمد ده برضه كان عليه كلام بقى ما فيش والظروف صعبه وتونس بتمر بمرحله انتقاليه مهمه جدا. فيجي الولد يعمل برضه حاجه كويسه جدا. أيوة. المغرب طبعا متميز. لا ودي مره استاذ محمود ايه اول ميداليه عربيه اولمبيه في رياضه السباحه في 400 متر. يعني انا بتكلم ليه؟ يبقى انت حاطط معيار كهيئه منظمة يعني للجائزة. لأنك هتلاقي اللي بعده أول برضه من الأول. لا من الأول على طول سفيان البقالي. أيوة. اللي هو نجم بالزبط. المغرب في طبعا في سباق 3000 متر وطبعا يعني أشقنا في المغرب بأمانة يعني مدرسة. صحيح. مدرسة في ألعاب القوة تاريخ. صحيح. حافل. صحيح. بالذهب يعني ومليء بالإنجازات. تمام. في سباق 3000 متر موانع. كمان دي من الحاجات اللي أنا تابعتها وشفتها مع يعني الكاراتيه خدت مننا اهتمام في طوكيو. أيوة. فكان طارق الحامدي اللي هو نجم السعودية بأمانة هو تعرض لظلم في المباراة النهائية من جانب طاقم التحكيم. وخد كان يستحق ذهبية لكن فاز بالفضية برضو من الإنجازات برضو المهمة جدا. الحاجات التانية شوف بقى يعني برضو الإداري بقى. الإداري بقى. هنا بقى أنت هنا بقى الجائزة برضو شيء مهم جدا إنك أنت بتحافظ على الناس والعناصر اللي حول الأبطال اللي هو الجانب الإداري بتشجع على تكوين. أنا كنت نفسي برضو يبقى في دور كمان للمدرب لأن المدرب عامل آية مدني طبعا نجمة مصر في الخماسي. أول عربية أفريقية تنتخب كرئيس لجنة لاعبين وعضو مكتب تنفيذ الاتحاد الدولي بالخماسي الحديث. وهي طبعا عضو في مجلس النواب، اتمنى لها طبعا التوفيق وده شيء كويس جدا انه يعني الرياضه المصريه تمثيلها مهم جدا من النجم الاول النادي الاهلي ولكونها ايه برضه اول عربيه وافريقيه تنتخب كرئيس لجنه لاعبين. طبعا في كمان الحكم العربي برضه الزيتوني مطيوط المغرب لكون اول حكم دولي في الكاراتيه يحكم 4 نهائيات في اولمبياد طوكيو برضه من الحاجات برضه وحصوله على افضل حكم قاري وافريقي واسامه التميز في التحكيم.